Good morning, my student. How are you? Today we will start with unit 4. اليوم بدنا نبلش بيونت 4 lesson 1. الدرس الأول من الوحدة الرابعة. بحب أنبه المادة الآن بلشت تصعب دقيقة جدا ومهمة جدا، فكل كلمة بحكيها بالفيديو مهمة. الرجاء الانتباه وتخلوا الطالب يحضر الفيديو ويركز ويعيد كل كلمة أنا بحكيها. أول إشي open your student book، نفتح كتاب الطالب. page number 30 صفحة 30. write the date up، نكتب تاريخ اليوم. today is the first of November 2020، اليوم 1/11/2020. ضروري كتابة العنوان، كتابة التاريخ. our unit title، عنوان درسنا is people. بلاحظ كيف لفظت الكلمة. إذا أنا بدي أهجيها تهجئة بدي أحكي people. الآن لا، people. هاي الكلمة اعتبرها كلمة عوجة، الأو بدها تلفظ بعد البي، اللفظة بعد البي وانكتبت قبل البي، فالآن هاي الكلمة غريبة باللفظ. people. يحفظ الطالب شكلها people. listen and repeat، اسمع وعيد. people معناها ناس. look here، what can you see، شو احنا شايفين بالصورة. who can you see، مين انتو شايفين بالصورة. I can see people. انا شايفة مين، people، ناس. look at those people، طلع هذول الناس. كل شخص بالصورة إله شعور، feeling، بيشعر بشيء ما. الآن درسنا اليوم عن الفيلينجز، المشاعر. كل شخص فينا بيحس بمشاعر معينة في وقت من الأوقات. يعني أنا لما مثلا تجيني هدية بكون سعيد happy، لما حدا يصرخ فيه بكون حزين، لما حدا لما مثلا حدا يغلبني بكون أنجري غاضب، لما أشوف فار بكون خائف، لما تكون الدنيا شوب شمس بكون حميان، لما تكون الدنيا بتثلج بكون بردان. فهاي كلها اسمها feelings، مشاعر. الآن أنا بدي أتعرف عليها باللغة الإنجليزية. نبلش من picture number one. اطلع على هذا الولد، الكلب بيركض، أخذ سندويشته وهرب. تخيل أنت حالك مكان الولد، إذا كنت ماسك سندويشة أو شوكولاتة وبدك تأكلها وإجا حدا أخذها من إيدك وهرب، شو بيصير فيك؟ أكيد رح تغضب. look at the boy، طلع على الولد. he is angry. 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 اطلع كيف بلفظ الكلمة. او ان ان و اج انج و ار انجر و اي انجري. انجري. انجري معناها غاضب. what's the meaning of angry، شو يعني كلمة angry. angry غاضب. angry غاضب. look at picture number two. look at this boy، طلع هذا الولد. he is playing with a skipping group، بيلعب بالسكيبينج جروب، بالحبلة. when you are playing، لما تكون بتلعب you feel happy. happy لما انت تكون بتلعب، اكيد ما بتلعب لانك حزين، لما تكون بتلعب يعني انت سعيد. happy. happy اه اها اب هب اي happy. happy. happy معناها سعيد. نعيد. angry غاضب. angry غاضب. happy سعيد. happy سعيد. look at this boy، طلع هذا الولد. he is running under the sun، هو بيركض تحت الشمس. he is feeling hot، لما تكون تركض تحت الشمس والشمس حامية شو بتشعر؟ إيه أو إت هوت. هوت هوت معناها حار يعني حميان، تشعر بالحم. فإذا صار عندي angry غاضب، happy سعيد، hot حار. look at this girl،
لما انت تكون قاعد لحالك وما عندك اصدقاء وما في اشي تعمله، شو بتكون بتشعر؟ بالملل. لما تكون ما عندكش اصدقاء ولا عندك العاب ولا في اشي تعمله، شو بتحس؟ بالملل. شو يعني كلمة ملل؟ اب او بو ار بور اد بورد 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 معناها ملول، بورد ملول. فاذا صار عندي انجري غاضب، هابي سعيد، هوت حار، بورد ملول. Let's move to picture number 5. This girl is swimming. هاي البنت بتسبح. لما انت تكون بتسبح بالمي وتطلع فجأة من الماء، شو بتشعر؟ You feel cold. 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 Cold معناها بارد. إكول كول. إد cold. Cold معناها بارد. Look at number 6. هذا الولد بالماء وبتنقط منه المي. الآن لما تكون انت مبلل ومرطب، شو بنحكي عنك؟ او اي وي ات ويت. او اي وي ات ويت. ويت معناها رطب او مبلول، رطب او مبلول. Look at this boy. هذا الولد شاف حشرة، سبايدر، عنكبوت. He's feeling scared. He's feeling scared. S k a s k r scared و ed scared. Scared معناها خائف. Scared خائف. Look at this boy. طلعوا هذا الولد. He is crying. بيبكي. الآن إحنا إمتى بنبكي؟ When we are feeling sad. لما إحنا بنشعر بالحزن. We are crying. بنبكي. فإذا sad معناها حزين. S A S A D sad. S A S A D sad. Look at this girl. هاي البنت مش نايمة إلها يومين ثلاث. الآن أنت لما تشتغل كثير وتلعب كثير ويجي بالليل وقت متأخر، شو بتكون تشعر بالتعب؟ شو يعني التعبان لما تكون تعبان؟ It I tire or tire و ed tired. tired tired معناها متعب أو تعبان. الآن رح أعيد قراءة الكلمات listen and repeat، رح أهجيهم. طبعا في نقطة، في أمهات ببعثوا لي أحيانا إنه أنا بكرر كثير بالفيديو. أنا لما بكرر هذا الإشي لمصلحة الطالب، بإمكاني أحكي الكلمة مرة وخلص، ما هو فيديو تسجيل. ففي ناس تحكي لي إنه الفيديو بملل لأنه طويل لأنك بتكرري. مبدأ التكرار لأنه الأصل الطالب هو اللي يحضر الفيديو، فلما يحضر الفيديو لازم أكرر مرة ومرتين وعشرين مشان يحفظ. فإذا أنت بتعطي الفيديو لابنك يحضر، ضروري أكون أنا مكررة. Let's read. Listen and repeat. اسمع وعيد. People. 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 People ناس. A in an و egg ang و er anger و e angry angry غاضب. إح آها إب هب إي happy 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 سعيد. طبعا أنا بترك وقت بعد ما ألفظ الكلمة مشان الطالب يكرر. إح أوهو إت hot 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 حار. حار يعني حامي، مش إنه حار فلفل مثلا شطة. hot حار. إب أو بو إر بور إد بورد بورد اللي هي ملول. بورد ملول. إك أو كو إل كول إد كولد 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 بارد. أو إي وي إت ويت 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 رطب أو مبلول. إس إك إيس كي إر سكير إد سكيرد. طبعا بحب أنبه لإشي، الإي تلفظ آ، لكن إذا جاءت إي وبعدها حرف عادي وبعده إي تلفظ إي ما بتلفظ آ. فهاي قاعدة للأصوات العلة الطويلة، مش الآن رح أشرحها. فالطالب يحفظ الكلمة، الطالب يحفظ الكلمة زي ما هي. إس إك إيس كي وريد سكيرد. سكيرد معناها خائف.
إس آئد ساد ساد معناها حزين. إت آي تاي إر تاير إد تايرد نفس الإشي الآي اللفظة آي لأنه في الحرف اللي وراها ساكن وبعده إي تايرد. ما بدي أتعمق بقاعدة اللونج فاولز حروف العلة الطويلة، فالطالب يحفظها عن لفظة آي. ليش آي؟ لأنه في إي هون. تايرد تايرد معناها تعبان. listen to me again نسمع ونعيد. people ناس angry غاضب happy سعيد hot حار bored ملول cold بارد wet رطب scared خائف sad حزين تيارد متعب. الآن الجزء الثاني من الدرس ما رح أشرحه اليوم، مطلوب من الطالب نسخ زائد قراءة الكلمات قراءة سليمة، أكيد وحفظ معانيهم. ننتقل الآن لكتاب التمارين، الجزء الثاني محادثة رح أشرحه بكرة. ننتقل الآن للأكتيفيتي بوكس. open your activity box page number 32 صفحة 32. Today is the 1st of November 2020. People معناها ناس. بعد ما الطالب قدر يقرأ الكلمات الآن بيجي بيقرأهم هون. People ناس. Angry غاضب. أي صورة من الصور angry؟ For. بننقل كلمة angry هون. إذا بتحبوا هاي إشي إضافي. أو ممكن كأسهل إليك أنقل الرقم. angry معناها غاضب أي صورة فور اكتب هنا فور bored معناها ملول يشعر بالملل أي صورة للولد بيشعر بالملل اللي هي 7 نكتب 7 cold بارد ولد بيشعر بالبرد اللي هي 8 نكتب هنا 8 happy سعيد happy سعيد اللي هي 1 نكتب 1 sad حزين يعني بيكون بيبكي number 3 scared خائف أي صورة اللي فيها scared 2 tired متعب شخص بشعر بالتعب اللي هي 6 طبعا لا عندي سوري bored اللي هي 6 هيها bored 6 بعتذر منكو bored 6 ملول tired المتعب هيو مبين من عيونه اللي هي 7 سوري آخر واحدة اللي هي wet رطب أو مبلل اللي هي picture number 5 بعد ما حطينا ورقمنا الكلمات نكتبهم wet bored cold طبعا حسب الصورة scared طبعا أي صورة number 2 scared happy سعيد اللي هي number 1 نمبر 3 نبحث عن نمبر 3 شو هي sad نمبر 4 نبحث عن نمبر 4 angry هون نمبر 7 نمبر سوري نمبر 1 اللي هي happy نكتب happy وينها بعتذر من كل هي happy هيها مكتوبة هيك بنكون أنهينا التمرين هذا التمرين بيحفز الطالب على حفظ الكلمات أسرع وحفظ كتابتها هيك بنكون أنهينا درسنا لليوم good luck ويعطيكم العافية